السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. إن في الفيديو ديال اليوم غنقوم بتصحيح امتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي لمادة الرياضيات. إذا الرابط النموذج غتلقوه في صندوق الوصف على شكل البي دي اف. إذا غنبداو بتصحيح هذا النموذج مباشرة وغادي نبداو بالتمرين الأول. إذا دائما التمرين الأول يكون عبارة عن إنجاز العمليات الحسابية، أي عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. إذا غنبداو بالعملية الأولى. إذا غنمشيو للعملية الأولى، إذا هنا عندنا عملية الجمع بين قوسين ثم عندنا عملية الطرح. إذا دائما كنجزم ما بين قوسين هو الأول. إذا هنا 4516.5 غادي نزيد عليها 1042. إذا خصني نوضع الوضع الصحيح. إذا الوحدات أسفل الوحدات، العشرات ثم المئات ووحدات الالاف، وغادي ننجز العمليه. يعني 5 زائد لا شيء 5، اذا ننزل الفاصله. 6 زائد 2 8، 1 زائد 4 5، 5 زائد 0 5، 4 زائد 1 5. اذا حصلنا على 5558.5. اذا هذه النتيجه خصنا نقصوا منها 3160.16. اذا غنكتب 5558.5 ناقص، اذا غننزل الفاصله، نكتب الجزء العاشر 16 ثم الجزء الصحيح، إذا 0613. غنوضع خط العملية. إذا غنضيف 0 بالنسبة للعدد الأول. إذا 0 ناقص 6 لا يمكن، إذا نسلف 1 ونرد السلف. 10 ناقص 6 4، 5 ناقص 2 3، ننزل الفاصلة. 8 ناقص 0 8، 5 ناقص 6 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف. 15 ناقص 6 9، 5 ناقص 2 3، ثم 5 ناقص 3 إثنان. إذا النتيجة هي 2398.34، وهكذا إحنا سبنا من جوج نقط بكل سهولة. إذا ننتقل للعملية المولية اللي هي عملية الضرب. إذا غننزل العملية. إذا 242.45 ضرب 9.5. إذا غنبدأ بإنجاز العملية. إذا 5 في 5 25، نكتب 5 ونحتفظ بإثنان. 5 في 4 20، والاثنان 22، نكتب 2 ونحتفظ باثنان. 5 في 2 10، والاثنان 12، نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 5 في 4 20، والواحد 21، نكتب 1 ونحتفظ باثنان. ثم 5 في 2 10، والاثنان 12، اذا نكتب 12. اذا نضع نقطة ونقوم بالضرب في الرقم التالي. اذا 9 في 5 45، نكتب 5 ونحتفظ بأربعة. 9 في 4 36، والأربعة 40، نكتب 0 ونحتفظ بأربعة. 9 في 2 18، والأربعة 22، نكتب 2 ونحتفظ بإثنان. ثم 9 في 4 36، والإثنان 38، نكتب 8 ونحتفظ بثلاثة. ثم 9 في 2 18، وثلاثة 21. إذا نضع خط العملية ثم نقوم بالزائد. 5 زائد نقطة 5، 2 زائد 5 7، 2 زائد 0 2، 1 زائد 2 3، 2 زائد 8 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. إذا 1 زائد 1 2 زائد 1 3، ثم لا شيء زائد 2 هي 2. إذا الحاجة اللي كيغلطوا فيها التلاميذ وكينساوها هو تحديد الجزء العشري. إذا دائما ما خصناش نساو الفاصلة. إذا كنحسبوا عدد الأرقام وراء الفاصلة في العدد، إذا هنا عندنا رقمين وهنا عندنا رقم واحد، إذا ثلاث أرقام. إذا كنحسبوا ثلاث أرقام وكنضعوا الفاصلة، إذا 1 2 3. إذا الجواب هو 2303.275، وبهكذا احنا ربحنا جوج نقاط أخرين. إذا غننتقلوا الآن إلى العملية الموالية اللي هي عملية القسمة. إذا هنا 4017.6 قسمة 324. إذا المقسوم عليه مكون من ثلاث أرقام، إذا نأخذ ثلاث أرقام من المقصود. إذا 401 كم بها من 324؟ 1. إذا 1 في 324 هي 324، إذا نقوم بالناقص. 1 ناقص 4 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف. 11 ناقص 4 7، 0 ناقص 2 لا يمكن، إذا نسلف 1 ونرد السلف. إذا 10 ناقص 3 نعم 7، و 4 ناقص 4 هي 0. إذا ننزل 7 ثم سنسأل 777 كم بها من 324؟ إذا 2، وكنضربوا 324 في 2، إذا كتعطينا 8، 4، 6 أي 648. وغادي نقوموا بعملية ماذا؟ الناقص.
7 ناقص 8 يمكن، إذا نسلف 1 ونرد السلف. 17 ناقص 8 9، 7 ناقص 5 2، ثم 7 ناقص 6 1، إذا ننزل 6. ولكن ما ننساوش بأن 6 هو أول رقم من الجزء العشري، إذا يلا كنزل أول رقم ماذا نضع؟ نضع الفاصلة. إذا هنا لم تنسوا هذه الفاصلة، نخصو نردوا البال من هذا الخطأ. إذا هنا 1296 كم بها من 324؟ إذا 4، إذا 4 في 4 16، 4 في 2 8 والواحد 9، ثم 4 في 3 12. إذا 1296 ناقص 1296 هي 0، وبالتالي 4017.6 قسمة 324 خارجه هو 12.4 والباقي هو 0، وبهكذا غادي نكونوا ربحنا نقطتين إضافيتين وانتهينا من السؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني يقول أحسب ما يلي مع الاختزال إن أمكن ذلك. إذا هنا أعطونا العمليات على الأعداد الكسرية. إذا دائما ننجز ما بين قوسين هو الأول. إذا ما بين قوسين عندنا عملية الزائد. إذا شنو خصنا نقوم هنايا؟ خصنا نقوم بتوحيد المقام. إذا عندنا 5 و 4، إذا المقام الموحد هو 20. إذا 7 على 5 شنو غترجع؟ إذا هنا المقام 20 ضرب في 4، إذا 7 خصنا نضربها في 4 هي 28 زائد، إذا العدد الثاني 3 على 4 إذا غيرجع المقام ديالو 20، إذا هنا 14 رجع 20 ضرب في 5، إذا 3 خصنا نضربها في 5 15، وغادي نشد القوس وغادي نعمل ضرب 5 في 2، إذا تساوي 18 28 زائد 15 كم تساوي؟ نعم، إذا هنايا تساوي 43 على ماذا؟ على 20. إذا تساوي قلنا 43 على ماذا؟ على 20، غادي نضربوها في ماذا؟ في 5 على 2، إذا في 5 على 2، ثم غادي نحسبوا تساوي 215 على ماذا؟ على 40، ثم غادي نقوموا بالاختزال. إذا هنا غنختزلوا باش من عدد بالعدد 5، إذا 40 قسمة 5 تساوي ماذا؟ 8، و 215 قسمة 5 كم تساوي؟ 43، إذا الجواب صحيح هو 43 على 8. إذا بهكذا غنكون انتهينا من السؤال الثاني، ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث أحسب المدة الزمنية التالية. إذا هنا عطانا فرق مدتين زمنيتين. إذا دائما ملي كنبغيو نحسبوا الفرق ديال المدة الزمنيتين قبل ما كنبداو الإنجاز، أول حاجة خصنا نتأكدوا بأن عدد الثواني ديال المدة الأولى أكبر من عدد الثواني المدة الثانية، نفس بالنسبة للدقائق وكذلك بالنسبة للساعات. إذا هنا فين كنلاحظوا المشكل؟ إذا المشكل نعم كاين في الدقائق. إذا هنا 28 أكبر من 30، كيفاش غادي نبدلوها 28؟ إذا كنضربوا على 28 وكنسلفوا ماذا؟ من الساعات ساعة واحدة. إذا هنا 7 فهي غنضرب عليها غترجع 6 ساعات، وهاد الساعة الواحدة غنحولوها للدقائق. إذا 60 زائد 28 هي 88. إذا دابا غنقدر نقوم بإنجاز العملية. إذا هنا بالنسبة للثواني 49 ناقص 19، إذا 9 ناقص 9 0، و 4 ناقص 1 3، إذا حصلنا على 30 ثانية. غننتقل الآن إلى الدقائق. 8 ناقص 0 8، ثم 8 ناقص 3 5، إذا 58 ماذا؟ دقيقة، ثم غنمشيو للساعات. 6 ناقص 4 2، إذا الجواب الصحيح هو ساعتان و 58 دقيقة و 30 ثانية، وبهكذا غنكون انتهينا من السؤال الثالث، وغننتقل الآن إلى السؤال الموالي. إذا هنا السؤال الرابع يقول حول عاملي الجداء إلى جداء قوى 2 و 3. إذا هنا 125 غادي نشوفوا شكون هو العدد اللي غادي نضربه في نصه مرة واحدة أو مرتين باش نحصل على 125. إذا غنلقى هنا هو العدد ماذا؟ 5. 125 شكون كتساوي لنا؟ 5 أس 3. إذا 5 في 5 في 5 هي 125، إذا غتكون 5 أس 3. بالنسبة للتسعة غادي نحولها إلى ماذا؟ إلى قوة العدد 2، إذا غترجع هي ماذا؟ 3 في 3 أي 3 أس 2، وبهكذا هذا السؤال بسيط ربحنا نقطتين. الآن غننتقل إلى ماذا؟ إلى السؤال الخامس. إذا السؤال الخامس كيقول أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايدي. شنو معنى ديال ترتيب تزايدي؟ هو خصنا نرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. ولكن قبل ما نبدأ الترتيب شنو كنلاحظ هنا؟ بأن عندي أعداد مختلفة، أي عندي أعداد اللي على شكل عدد عشري وكاين أعداد كسرية. إذا مش نقدر نقوم بالمقارنة ديالو خصني نحول هاد الأعداد الكسرية إلى ماذا؟ إلى أعداد عشرية. إذا غنمشي على 10 على 5، إذا 10 على 5 شنو المعنى ديالها؟ هي 10 مقسومة على 5، إذا 10 إلى قسمتها على 5 شكون هي؟ هي 2. إذا غنكتب 2 فوق منها غير باش نعرف، هذه ممكن نعملها في ورقة الوثائق أو نكتبها بقلم الرصاص.
من بعد غنمشي للمعادله 6 على 4. اذا 6 على 4 هي 6 مقسومه على 4، اذا شنو كتساوي لنا 1.5. اذا كتساوي لنا 1.5. اذا دابا غادي نقوموا بالترتيب بكل بساطه. اذا كيفاش غادي نقوموا بهذا الترتيب هذا؟ اذا شكون هو اصغر عدد كيظهر؟ نعم هو 0.15. اذا غنكتب 0.15 ثم غادي نعمل اصغر. اذا شكون هو العدد الذي يليها؟ هو 1.05. نعم ثم ماذا؟ 1.5. ولكن خصني نكتب 1.5، شنو خصني نكتب؟ العدد اللي عطوني. اذا هو 6 على ماذا؟ على 4. اذا خصني نكتب 6 على 4 ثم غادي نعمل اصغر وغادي ننتقل للعدد الموالي. اذا شكون هو؟ اذا هنا 1.55. اذا 1.55 ثم العدد الموالي هو ماذا؟ هو 2. ولكن ما غنكتبش 2، شنو خصني نكتب؟ 10 على ماذا؟ على 5. ثم اخيرا كيبقى لنا العدد ماذا؟ 15. وحنا قمنا بالترتيب وكذلك قمنا بكسب هذه النقطة. إذا الآن غادي ننتقلوا إلى ماذا؟ إلى السؤال السادس. إذا السؤال السادس هو عبارة عن ماذا؟ عن مسألة. إذا هذه المسألة شنو كتقول؟ عدد التلاميذ المسجلين في مدرسة هو 320 تلميذ. إذا علمت أن نسبة النجاح هي 90%، فما هو عدد التلاميذ الناجحين؟ إذا هنا السؤال بسيط، إذا كيفاش غادي نعملوا لهذا العدد؟ إذا كنقبطوا العدد الإجمالي اللي هو 320 كنضربوا في ماذا؟ في 90 ثم ماذا؟ ثم كنقسموا النتيجة على ماذا؟ على 100 ثم كنقسموا على 100. إذا شنو غادي تساوي لنا 320 في 90 قسمة 100؟ كتساوي لنا 288. إذا عدد التلاميذ الناجحين أو لعدد الناجحين هو ماذا؟ هو 288. إذا الآن غادي ننتقلوا إلى ماذا؟ إلى المجال الرئيسي الثاني اللي هو الهندسة. إذا أول حاجة مطلوبة منا هنايا أنشئ زاوية A أو B قياسها هو 80 ثم أرسم منصفها O. إذا هنا غنحتاجوا الأدوات الهندسية. إذا غنستعمل أول حاجة المسطرة. إذا غادي نرسموا بهذا المسطرة الضلع الأول. إذا كل زاوية كتكون ضلعين. إذا ها هو الضلع الأول. دابا شنو غنحتاجوا؟ غنحتاجوا ماذا؟ إلى المنقلة باش نقدروا نحددوا القياس ديال الزاوية. إذا هذه المنقلة هادي كنزلوا الرأس ديالها في رأس الزاوية، رأس المنقلة في رأس الزاوية، ثم كنحددوا القياس المطلوب. إذا هنا 80 0 10 20 30 حتى كنوصل للعدد المطلوب اللي هو هنايا هو 80 وكنحدد العلامة ثم كنكمل باستعمال ماذا؟ باستعمال المسطرة. إذا غادي نحيد المنقلة دابا وغادي نرجع عاود لاستعمال ماذا؟ المسطرة باش نربط رأس الزاوية بماذا؟ نعم رأس الزاوية غادي نربطه بالنقطة اللي قمت بالتحديد ديالها باستعمال المنقلة ثم غادي نكمل بالقلم ديالي وغادي نرسم هاد الزاوية. إذا ها هي زاوية قياسها 80. شنو ناقصني هنايا؟ الاسم ديالها. إذا الزاوية A O B. إذا ها هي A O B. إذا باقي مكملتش على السؤال، باقي مطلوب مني نرسمو المنصف. إذا منصف الزاوية شنو كنحتاجو باش كنرسمو منصف الزاوية؟ كنحتاجو إلى ماذا؟ ممتاز، كنحتاجو البركار. إذا هاد البركار فين غادي نوضعوه؟ الرأس ديالو غادي نوضعوه في رأس الزاوية. كنحدد واحد القياس معين ثم غادي نحدد قوس من الضلع الأول وقوس من الضلع الثاني. إذا غادي نحدد القوس الأول. إذا هنايا ها هو القوس الأول ثم غادي نمشي لماذا؟ إلى الضلع الثاني بدون تغيير فتحة البركار وغنحدد القوس الثاني. من بعد غادي نمشي لهاد جوج الرؤوس اللي حددت أو لهاد جوج الشروط الشرطتين اللي حددت ثم ماذا؟ غادي نحدد ماذا؟ القوس الأول ثم غادي نمشي لماذا؟ إلى القوس الثاني ثم غنحدد النقطة انطلاقا من تقاطع هاد القوسين. إذا القوس الأول والقوس الثاني كنحصلوا على ماذا؟ على النقطة. إذا هنا هاد النقطة غادي يكون كيمر منا منصف الزاوية، غادي يكون كيمر منا منصف الزاوية. إذا غادي نجي لهنايا وشنو غادي نعمل؟ وغادي نخدم باستعمال ماذا؟ باستعمال المسطرة. غادي نرسم منصف الزاوية. إذا ها هو. وشنو خصني ما ننساش؟ الاسم ديالو. إذا منصف الزاوية هنايا خصني نعمل إي. إذا ها هي إي. إذا دابا أنا جاوبت على السؤال وممكن ننتقل ماذا؟ إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي شنو كيقول؟ ألاحظوا المضلع الرباعي إف جي أش وأستنتج قياس زاويته أش في أش. إذا عطونا رباعي، عطونا قياس الزاوية 65 درجة وعندنا زاوية قائمة ومطلوب مننا شنو نحسبوا؟ قياس الزاوية اش او اف. إذا هذه هي اش او اف. إذا شنو كنعرفوا على مجموع زوايا
ماذا الرباعي؟ هي 360. إذا هنا بالتالي غتكون عندي اش او اف، شنو غتكون كتساوي لنا؟ اش او اف شنو غتساوي لنا؟ إذا هنا 360، شنو خصني نقص منها؟ هاد الزوايا بثلاثة بهم. إذا شنو الزاوية الأولى؟ 65 درجة، شنو خصني نزيد عليها؟ الزاوية 90 درجة، القائمة هي 90 زائد الزاوية الثالثة 90 درجة، وغادي نحسب شنو كتساوي لنا؟ 360 درجة ناقص ماذا؟ إذا شحال المجموع ديال هادوما؟ 245 درجة، وبالتالي غادي نحصل على الجواب اللي هو 115 درجة. إذا هاد الزاوية شحال غيكون القياس ديالها؟ 115 درجة. وبهكذا غنكون انتهينا من هذا السؤال، وغادي نكتب فيه بهذا القدر من التصحيح بالنسبه لهذا الجزء هذا. اذا غادي يكون هذا هو الجزء الاول بالنسبه لهذا النموذج. تصحيح الجزء الثاني غادي يكون في فيديو اخر ان شاء الله، اللي غادي ننزلوه مباشره من بعد هذا التصحيح. ما تنساوش ان رابط هذا النموذج غتلقاوه في صندوق الوصف. كذلك كنتمنى لكم حظ موفق في الامتحان الموحد الاقليمي. اذا هنا قوموا بالعمل على العديد من النماذج باش ما تكونش عندكم لا رهبه او لا خوف اثناء انجاز الامتحان الموحد. اذا غتعتادوا على هاد النماذج هذوما، وغادي تكونوا ان شاء الله في حاله جيده اثناء انجاز الامتحان الموحد. اذا حظ موفق في الامتحان، والى اللقاء، وشكرا الى المتابعه، وغنتلاقاو في تصحيح اخر ان شاء الله. الى اللقاء.